يعتبر موسم الخريف موسما مميزا، حيث تلتقي فيه ذاكرة المدنية مع دعائم ثلاثية هي الخيمة والماء والأرض، التي اكتست حلتها الخضراء راسمة لوحة فنية ومجسدة لانطلاقة عادات وتقاليد أمة انطلقت في البادية مع البداية. عن أجواء الخريف الموريتاني نتابع التقرير التالي مع زميل عبد الله والبلاد. هنا بدأت تباشير موسم الخريف على العاصمة نواكشوط، فأمطرت المدن واقترنت شوارعها بمياه الأمطار، وأصبح الجو غير ملائم بالنسبة للسكان الذين تعودوا في فترة الخريف على الخروج عن العاصمة التي تعتبر غير مناسبة للمقام في هذه الفترة. لوح البرق وجلجل الرعد وسحت المزن فاشرأبت قلوب الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، وتاقت نفوسهم للخروج إلى مراتع الصبا وأماكن الانتجاع في الأرياف والبوادي للاستمتاع بالمناظر الخلابة وقضاء الفترة بعيدا عن ضوضاء المدينة وضجيجها. ولما للموريتانيين من علاقة بالبدو والترحال، لا تطيب نفوسهم إلا مع اخضرار الطبيعة وخرير المياه وقطعان الأغنام، حين تصفو النفوس ويتصالح الجو مع الطبيعة، عندها فقط يطيب الجلوس على ضفاف البرك المائية التي تمثل منتجعات سياحية في البلاد، رغم عدم استقلالها من قبل العاملين في قطاع السياحة، لكن تبقى علاقة السكان بالبدو علاقة وطيدة رغم كل ذلك. لبست الطبيعة ثوبها القشيب بعد فترة من الاصفرار، وجذبت الزائر والناظر لها في آن واحد بسحر جمالها ولونها الأخضر في واحاتها الغناء ووديانها التي كستها الطبيعة رونقا جماليا ينذر بالخير والطمأنينة والفرح وبساطة الحال. سماء ملبدة بالغيوم وأشجار اخضرت بعد اصفرارها، وحيوانات ترتع في الخضرة الخلابة المجاورة لمياه الغدير، وأطفال يلعبون بكل براءة بجوار القطعان، وكبار يستمتعون بهذه المناظر التي جمعت بين البشر وقرينه الأليف على وجه البسيطة مع الثلاثة التي دائما ما تجلو عن القلب الحزن. يتجول المنتجعون بين الوديان والبرك بحثا عن أجملها منظرا وأكثرها تشابكا لتفيؤ ظلال أشجار وديانها، لتكون النهاية بجلسة هدوء تنسي المنتجعين ما تعودوا عليه من صخب وضجيج في المدينة، وكأنهم يتمثلون مقولة القائل: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. عبد الله والبلال، الوطنية.